فوتي على الغرفة. امشي قدامي احسن لك. ليش هيك يعني عم تبحلقي فيني؟ اه؟ قلت لك كانت غلطة مو بقصدي. شو بدك وطي على رجليك يبوسن يعني؟ روحي، اجيت عم ينادي لك. هو بيكون زوجك. انتي متذكرة او بدك ذكرك؟ بس ماما. انا ما بعرف ليش انتي خايفة مني. لك انا زوجك ما رح اكلك. ليش عم ترشفي من الخوف؟ قلتلك ما رح اعمل لك شي. لا تخافي، ما رح اعمل شي ولا شي، حتى ما رح ألمسك. بس بالمقابل انت لازم تعملي لي خدمة، بس خدمة صغيرة. شو الخدمة؟ لازم تطلبي من امك انها تروح على بيت الخالة بهافنا وتعمل لها زيارة وتكشف لها حقيقة فارشا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.